خلينا نحكي عن موضوع الدراسات العليا وحصولك على شهادة الدكتوراه وكيف عشت فترة. أنا بعرف حتى بأمريكا كنت تشتغل، صحيح، أنا ومع أنه الوالد مش بحاجة لفلوس، صحيح لكن كنت تبعث فلوس لأهلك. صحيح خلينا نعلم طلابنا اللي بيدرسوا برا، اللي بيطلعوا بدل ما يدرسوا بيرجعونا بدون شهادة بدون إشي، نحكي لنا كلمة عن تجربتك حتى يستفيدون. صحيح. يعني أنا ذهبت لأمريكا مرتين. المرة الأولى كنت موظف وزارة الصناعة والتجارة وخرجت للماجستير وعدت، وأثناء عودتي وأنا بالأردن كنت أشتغل بوزارة الصناعة والتجارة. إذا بعد الجامعة اشتغلت موظف نعم، حكومة، اشتغلت في وزارة الصناعة والتجارة، ومن ثم كنت أعمل أيضا بالإضافة إلى أني موظف في الوزارة، كنت أشتغل في شركة اليرموك للتأمين وإعادة التأمين، وكنت أيضا أعطي مساقات مع الدكتور يوسف الهياجني في الدراسات السكانية في الجامعة الأردنية، وأيضا كنت أتابع فواتير لأخواني في مؤسسات مختلفة، وأيضا يعني أخذت منحة وذهبت إلى أمريكا، خلصت الماجستير، وإيطاليا أيضا أنهيت فيها الدراسات الاقتصادية، وكنت أشتغل في إيطاليا بالرغم أني أنا موفد، ثم عودي مرة أخرى إلى أمريكا، وكنت أشتغل أيضا في مركز التواصل بيسموه الريسورس سنتر في هانتر كوليدج ذا سيتي اوف نيويورك يونيفرسيتي، هذا في نيويورك، كنت اسكن في جيرسي سيتي، بالتالي كنت اشتغل في 14th ستريت الشارع 14، ثم انتقلت الى كانساس، وايضا في كانساس كنت اشتغل بتجاره السيارات، وكنت اشتغل عندي كان مكتب وسائط تجاريه، وكنت اشتغل ايضا بمدرسه ليليه بسموها بوردنج سكول بيرنت تيتشنج بيرنت، وكنت اشتغل بالجامعه في هذا حمايه وقتك شؤون فل كان. الطلبه. نعم، وكنت يعني انا حصلت على ماجستير من امريكا، وحصلت على شهادتين بالدكتوراه اي دي اس وبي اتش دي، كلهن كله كان دراسه، وكنت اعمل فلوس وابعث الى اهلي، واسست انا واخواني محل قطع غيار لسيارات مرسيدس، محلات الاحول، ومن ثم ايضا احضرت معي مبلغ من المال اللي هو ساعدني ايضا اني انا ازوج نفسي واذهب مره ثانيه ومع زوجتي شهر عسل الى امريكا واشتري سيارتي بنفسي، يعني كل هذا بالدفع الذاتي. وابوي الله يرحمه ما كان يقصر، بالعكس لما جينا هو يعني كنت اخاطبه كل يعني قبل ما تخلص الفلوس اللي معي باربع خمسة اشهر احكي معه مشان اطمنه، ما يظل مطمئن انه والدي العزيز انه انا معي مصاري لست اشهر، حتى ايضا اني اخلي هو يشعر انه هو اللي مسؤول عني، انه ممكن بعد ست اشهر يبعث لي، وبعد ما يخلص الست اشهر ابعث له انه معي لست اشهر اخرى، وابعث لاهلي ويعني ارتب امري. ولما اجيت ايضا على جامعه مؤتي كان معي مجموعه يعني مبلغ من المال اللي يسعفني اني ابتدئ كدكتور، مشان هيك يعني لما ما اخذت من الوالد شيء، الله يرحمه انا ما اخذت منه، مع والله انه ما لا 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 ابدا، مع انه وضعه المادي مرهق. اخذت منه فقط للسفر، يعني اول السفر اخذت منه مبلغ بسيط من المال، وبعد ذلك لا، يعني انا انفقت على نفسي داخل. بالمناسبة لما مرض الوالد كنت إلى جانبه بطريقة، حتى المحاضرات يعني بجهة، ووقوفك مع والدك، تحكي لنا فترة مرض الوالد دقيقة هيك. الله يرحمه ويحسن اليه ومثواه الجنه ان شاء الله. نعم، الوالد مر بمرحلتين مرض، مرحله قضى في المستشفى قرابه الشهر تقريبا في مستشفى الخالدي، فكنت اجي انا مستشفى الاردن، فكنت اجي من الكرك لانه ايضا اخواني كانوا في مواقع مختلفه بعيده، فكنت اجي من الكرك وانام عنده الله يرحمه ويحسن اليه بالمستشفى، والصبح اصحى بكير بعد ما يقوم الطاقم التمريضي بواجباتهم، وارجع للكرك وامر على بيتي واخذ دش واحلق لحيتي والبس واروح على القاعات الصفيه واعطي محاضراتي كان شيئا لم يكن، وارجع على بيتي في ام فيصل، وفيصل كانوا مولود وهذا، ومن ثم ارجع مره ثانيه على عمان طيله الشهر بدون حتى ما اشعر انا بكدر نفسي، بالعكس كنت يعني مبسوط اني انا اؤدي جزء بسيط لوالدي الله يرحمه. والمرة الثانية، الفترة الثانية المرض اللي هو كان في البيت، يعني بقي فترة من الزمن يعني جلطة، فكنت يوميا قبل الصبح أجي أنا عليه قبل ما أروح على الدوام، كنت ساكن أنا في مؤتة، فأجي على الخالدي أجلس مع والدي الله يرحمه وأفطر بإيدي وأقعد معه شوي، ومن ثم أرجع للدوام، وبعد الدوام أخذ أم فيصل ونرجع عند الوالد الله يرحمه.
إلى أن توفاه الله رحمه الله وتغمدوا في فسيح جنانه. إن شاء الله. يعني توفى الله وهو يعني وراضي والناس عنك. نعم وراضي عنه وبين إيدي يعني توفى الله ما شاء يرحمه الله. وأنا اللي أسعفته متوفي يعني حقيقة إلى المستشفى وأبلغت إخواني. طب أنا يعني من خلال معلوماتي عن الدكتور أبو فيصل، يعني ما هو موضوع شخصي ما لناش علاقة نناقشه، بس بدي أحكي عن دلالاته. يعني كنت في أمريكا مش مواظب كثير على الصلاة، لكن فجأة حصل شيء في حياتك وأصبحت مواظبا على الصلاة، لا بل أصبحت شبه داعي. صحيح. شو اللي حصل؟ يعني أنا التزامي الديني كان عادي مثلي مثل طلاب اليوم، يعني بالمعنى بصلي الجمعة ومرات بقطع ومرات كذا. اللي غير حياتي الدينية كاملا أول ليلة ضربوا الأمريكان وقصفوا العراق، ليلة الضربة الأولى للعراق شعرت إنه يعني كياني كله تغير. فدخلت استخرت بالله، أخذت شاور، صليت ركعتين وخرجت إلى المسجد. طبعا المسجد اللي كان في المدينة اللي احنا فيها لورنس، يعني بيت مشتري الله يجعله في ميزان حسناته، محسن كويتي. فدخلت على الشباب من هناك وصليت معاهم، وبعدين بلشت كل يوم أجي معاهم، صرت أعطي درس ديني. وبعدين وجدت انه ابنائهم جالي عربي واسلامي ما بيعرفوا يحكوا اللغه العربيه وما بيحكوا يعني امور الدينيه شوي. فاسست عندهم مدرسه للاولاد، كنت اعطي فيها محاضرات يوميا، اجمع الاولاد عندي قبل ما اروح على الجامعه وادرسهم اللغه العربيه وادرسهم بمضامين دينيه. وايضا وضعت طاوله في عماده شؤون الطلبه في او مكتب الطلبه في الكليه، فكنت كل يوم مره في الاسبوع أتحدث فيه عن الدين الإسلامي وعن الوسطية وعن الاعتدال، وكنا نزور المساجين وأتحدث أيضا مع كل الناس اللي لهم علاقة بالدين الإسلامي واللي علاقة يعني بتقارب الأديان. وإلى أن وصلنا أنه نعطي أحيانا خطبة الجمعة، نستضيف ضيوف الجالية العربية والإسلامية في المسجد، وأكون متواجد حقيقة طيلة فترة السنوات اللي أنا مضيتها بعد ذلك التاريخ في المسجد يعني. نعم. ومن ذاك اليوم الحمد لله أنا لم أقطع فرض. الحمد لله. يعني اللي بيعرف الدكتور خليف يعني عم بيقوله، بديش أقول دقر، عنيد في قراره، عنيد جدا، يعني إذا أخذ قرار ما بتراجع. هذا صحيح الملاحظة؟ صحيح. أنا ولدت لك أعداء؟ يمكن هذه الإشكالية اللي في حياتي، إنه أنا ما بجامل في الحق. أنا ما باخذ القرار مباشرة، بدرسه. الآن إذا كان في مخالفة واضحة وشيء لا يمكن المساعدة فيه بأخذ القرار. إذا أخذت مثل هذا القرار صعب جدا أغيره حقيقة، يعني إلا إذا ضمن مناحي قانونية، إنه مجرى القانوني بدك تحتج وبدك كذا وكذا، وإذا صدر في إلك أمر أنا مع الناس، لأن هذا بيخلق لي عداوات. يعني أنا بحب الناس اللي بيشتغلوا، فاللي بيشتغلوا بيحبوني وأنا بحبهم وبنمشي الأمر حسب الأصول. الناس اللي متعودين مش ما يشتغلوا وانت الان بدك تفرض عليهم الشغل وبدك تعاقبهم، هذا 100% راح يخلق لك اعداء. وبالتالي مجموعه من العداوات اللي تخلق لي في مسيرتي، وجزء منهم يحاول بطريقه مباشره او غير مباشره اغتيال شخصيتي، سواء من خلال الصحافه الالكترونيه او من خلال التعليقات على بعض الاعمال اللي بنقوم فيها او غيره، طبعا نتيجه اللي مثل هذا العناد اللي انا فيها وعدم مجاملتي لبعض القرارات. وأنا إذا بتخذ قرار حقيقة يعني ومقتنع فيه، بكل احترام لكل شخصياتنا الأردنية ولكل أهلنا، أنا ما بجاملهم فيه، هذا معروف عني، وكل اللي اشتغلوا معي بيعرفوا أنه أنا إذا اتخذت قرار مقتنع فيه صعب جدا أغيره، حتى لو كان يعني كلفني الوظيفة نفسها ما بغير. يعني بيعادي نفسيتك هذا الحكي اللي بيصير كإنسان؟ والله شوف مني، أنا بطبعي مثلا في القرارات الإنسانية أنا متعاطف جدا. يعني أنا مثلا بقول لك بكتب لطالب عدم الموافقة على إعطائك قرض مثلا لأنه أنت مش محقق شرط المعدل، بس إذا اقتنعت بحالته الإنسانية أنا ممكن جدا أساعده مني شخصيا أو من غيري أسعى لتحقيق، لكن لا أخالف القرار. نعم. أبقي القرار بعدم الموافقة. لكن هناك أبواب أخرى يعني ولو كان من حساب الشهر، المهم انه نعم ما يتجاوز القانون. اللي بيشتغلوا معي عن قرب بيقدروا يعرف، يعني مثلا في البلقاء كانت عندي
سكرتير إسراء خريسات ورامي الحياري، هم الأقرب كانوا لمعرفة مثل هذه التفاصيل. الآن في مكتبي في الجامعة الأردنية أختنا ريم السفاريني ومخلد البكر هم أقرب إلى معرفة التفاصيل. سائقي من اللي انتقل معي حقيقة من الهيئة إلى البلقاء إلى الأردني خالد الحجاجي أبو حمزة بيعرف هذه التفاصيل لأنه بيعايشوها معي يوم بيوم. زملائي في جامعة مؤتة بيعرفوا قديش كنت أنا قريب من الجسم الطلابي، أهلي وإخوتي وعشيرتي وناسي كلهم بيعرفوا مدى تواصلي وبيعرفوا مدى عناتي، وبالتالي هم أيضا كل الشكر من خلالكم لهم، ما بيحرجوني، بيعرفوا إنه بعض المفاصل ما بيحرجوني فيها، بيعرفوا إنه الجواب عندي عدم يعني احنا الموافقة. حلينا اللغز سمير حوامدة.